المصرف المركزي في سوريا يواجه موجة انتقادات واسعة بسبب اتباعه نهج معين في إدارة الملف الاقتصادي في سوريا، وخبير يكشف تأثيره غير المتوقع على سعر صرف الدولار الأمريكي. فما القصة؟ في الآونة الأخيرة بدأ توجيه انتقادات لاذعة للمصرف المركزي بسبب نهجه الغريب المتبع في إدارة اقتصاد البلاد، خاصة فيما يتعلق بحركة الأموال من المصارف السورية، وكذلك بنهجه المتبع فيما يخص سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وتحكمه به في الخفاء، ما سيؤدي لحدوث تداعيات ضخمة على سعر الصرف قريبا. وبحسب تعليق الخبير الاقتصادي جورج خزام على صفحتي على فيسبوك، فأنه وصف مصرف سوريا المركزي بأنه يستخف بعقول السوريين من خلال النهج الذي يتبعه. وبدأ الخبير الاقتصادي بالتساؤل حول أسلوب المصرف المركزي المتبع فيما يتعلق بتقييد سحب الأموال بمبرر أنه يؤثر على سعر الدولار في سوريا، حيث وجه تساؤلاً للمصرف المركزي حول إذا كان تقييد سحب الأموال من المصارف على دفعات يؤدي لتثبيت أو تخفيض سعر صرف الدولار. ووصف الخبير الاقتصادي ما يحدث بأنه أكبر استخفاف بعقول السوريين، معتبراً أن ما يحدث هو تسويق للوهم من خلال إقناع السوريين بأن تقسيط الأموال لأصحابها التي تم إيداعها بالمصارف برسم الأمانة سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار. واعتبر خزام أن ما يحدث بتقييد حرية سحب الأموال التي أودع السوريين كأمانة هو إخلال بالأمانة التي يحميها القانون. وتساءل خزام قائلاً: هل من المعقول اقتصادياً أن مسألة تأجيل دفع المستحقات المالية على دفعات ستؤدي إلى تقليل كمية السيولة النقدية في السوق ومعه تراجع الطلب على الدولار؟ ووجه خزام حديثه للفريق الاقتصادي في سوريا قائلاً: كيف عرفتم بأن هذه الأموال المسحوبة من المصرف سوف يتم شراء الدولار بها ولن تستخدم لشراء بضاعة وطنية؟ وبحسب خزام، فإن أي مواطن يريد شراء الدولار بهذه الأموال فإنه لن يواجه مشكلة، وهي مجرد مسألة وقت لن تؤدي إلى تخفيض الطلب على الدولار في السوق كما يزعم المصرف المركزي. وحول تأثير قرار تقييد سحب الأموال من البنوك على الاقتصاد السوري، فأشار خزام إلى أن له تداعيات سلبية كبيرة على أن يوفوا بالتزاماتهم المالية دفعة واحدة، وهو ما كان سبباً في تباطؤ النمو والإنتاج. وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً: إن التحول لشراء الدولار من السوق والتسعير بالدولار لسهولة نقله وتخزينه، إلى جانب أن جعل السوريين يقبلون على شراء الدولار من أجل الادخار بالمنازل بدلاً من الادخار بالعملة المحلية بالليرة السورية في البنوك،